السلام عليكم. اليوم إن شاء الله حنشرح فيديو مهم، وهو طريقة حذف معلومات حسابك وإزالة تسجيل الدخول التلقائي للحساب. كما تشاهد، ندخل إلى تطبيق الإنستغرام ونعمل تسجيل خروج من الإعدادات، ومن ثم تسجيل الخروج، وأغلقنا التطبيق. فعند العودة إلى تطبيق إنستغرام والضغط على تسجيل الدخول، نجد بأن كلمة السر محفوظة في الحساب. الطريقة الأولى، وهي إلغاء خاصية حفظ معلومات تسجيل الدخول من خلال الذهاب إلى الحساب الشخصي، ثم الثلاث علامات الموجودة بالأعلى، ثم الإعدادات، ومن ثم الذهاب إلى الأمان، وندخل إلى معلومات تسجيل الدخول المحفوظة ونقوم بإلغاء تفعيلها ونضغط على إزالة. والطريقة الثانية المكملة لها، وهي العودة إلى الإعدادات، ومن ثم النزول إلى تسجيل الخروج. والخطوة المهمة أن تقوم بإلغاء تفعيل تذكر معلومات تسجيل الدخول، ونقوم بالضغط على تسجيل الخروج. لمن لم تنجح معه تلك الطريقة، هناك طريقة أخرى، وهي إضافة حساب آخر إلى الإنستغرام، وبنفوت على الحساب الآخر ونقوم بتطبيق الخطوة الأولى، وهي إلغاء خاصية حفظ معلومات تسجيل الدخول كما فعلنا سابقا. نقوم بإلغاء تفعيلها، إزالة، ومن ثم نخرج إلى الإعدادات وبنعمل تسجيل خروج، ونقوم بإلغاء تفعيل تذكر معلومات تسجيل الدخول، ونقوم بتسجيل الخروج. ونقوم الآن، بما أنه أصبح عندي حسابين، أصبح هناك إيش خاصية أن أقوم بإزالة الحسابين، فنضغط على إزالة، وعلى الحساب الآخر إزالة.